مجلة بيم أرابيا، العدد 11، مقالة بعنوان البيم في الهندسة الإنشائية للمهندس ياسين شياح. ملخص: سنذكر في هذه المقالة كيف أن استخدام نمذجة معلومات البناء البيم يمكن أن يكون منصة مفيدة للمهندسين الإنشائيين، وسيتم إعطاء نظرة عامة حول كيفية الربط والتنسيق بين المعماريين والإنشائيين وشركات البناء، والربط مع برامج التحليل الإنشائي مثل الإتابس والساب 2000 والروبوت، حيث يتم تقييم النموذج وإعادة تصميم وتعديل المنشأ إن لزم الأمر. المقدمة: إن استخدام طرق وبرامج جديدة هي واحدة من معظم الأدوات الهامة التي تفيد المهندسين الإنشائيين، فيبحثوا باستمرار عن طرق جديدة تحقق الاقتصاد والأمان والتنسيق. تتميز البيم في قدرتها على احتواء جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع وربطها مع جميع الاختصاصات، مما يجعل النموذج متكامل، حيث يمكن للمهندسين الإنشائيين الاستفادة من البيم بطرق مختلفة. كنموذج يمكن تحديثه باستمرار مع أي تغييرات في التصميم أو المواصفات العامة وحفظ جميع البيانات. تتميز البيم بسهولة في التعامل مع العناصر وتصور المكونات، وتتضمن أيضا انخفاض الأخطاء وبالتالي انخفاض تكلفة التصميم وتحسين الإنتاجية، كما تسمح لتحليل أفضل للبدائل من خلال المحاكاة. البيم في الهندسة الإنشائية: لفهم كيفية تطبيق البيم في الهندسة الإنشائية، فمن المفيد أولا أن نلقي نظرة على عملية التصميم بشكل عام، والتي تبدأ مع التصميم الأولي ثم ينتقل إلى التصميم التفصيلي، ومن ثم إلى إعداد وثائق وتفاصيل التنفيذ. يجب أن تنتهي كل خطوة وتكتمل قبل أن تبدأ الخطوة التي تليها، والتعاون بينهما يكون محدودا جدا. هذه العملية تعمل بشكل جيد إلى أن نحتاج إلى القيام بتغيير ما في وقت ما، وبالتالي نحن بحاجة لتحديث وإعادة الخطوات يدويا على هذا النحو، كما هو موضح بالشكل 1 في المجلة صفحة 24، حيث الرسم البياني يوضح مستوى الجهد المطلوب على مدى عمر تصميم المشروع من التصميم الأولي وحتى الانتهاء، حيث يشير الخط الأزرق إلى قدرة المهندس المدني على التأثير على كلفة المشروع والأداء خلال دورة حياة المشروع. نلاحظ أنها في ذروتها خلال مرحلة التصميم الأولي، ولكنه ينخفض بشكل حاد مع تقدم المشروع. الخط الأحمر يبين أن كلفة التغيير في التصميم منخفضة خلال مرحلة التصميم الأولي، لكنها تزيد بشكل حاد خلال دورة حياة المشروع. يوضح الخط الأسود الجهود المبذولة من قبل المهندسين والفنيين في إعداد تفاصيل التنفيذ ووثائق المشروع. إن الخطوة الأولى في عملية التصميم الإنشائي هي قراءة المخططات المعمارية وترجمتها. هذا يعطي المهندس الإنشائي فكرة أولية عن تصميم وتعيين الأساسيات المطلوبة لإنشاء النموذج التحليلي لاستخدامه في البرامج الإنشائية لتحليل المنشأ وفقا للأحمال المتوقع تطبيقها مثل أحمال الجاذبية والزلازل أو الرياح. عادة يكون إعداد وثائق وتفاصيل المشروع متزامنا مع عملية التحليل والتصميم. أحيانا قد يطرأ تغيير في النموذج الإنشائي أو المعماري، وبالتالي أصبح لدينا عدة نماذج يتم العمل عليها وعدة رسومات تحوي نفس المعلومات لنفس المشروع، مما يزيد من الجهود التي تحتاج لتحقيق التنسيق والمطابقة بينهما، وذلك على حساب الكفاءة والجودة، وبالتالي أصبح احتمال حدوث أخطاء كبيرة جدا. فمثلا إذا قام المهندس الإنشائي بتعديل ما على عنصر من العناصر ولم يجري تحديث وتزامن المعلومات مع بقية المعنيين، هذا يؤثر على صحة سير العمل. في حين النمذجة باستخدام البيم، فإن كل من المعلومات الفيزيائية والتحليلية للنموذج مترابطة مع بعضها البعض في نفس المكان، والتي تستخدم في التحليل الإنشائي وإنتاج وثائق المشروع وتفاصيل التنفيذ، كما يمكن إسناد الحمولات للعناصر الإنشائية مثل الأعمدة والحوائط وتعريف
خصائص المواد والشروط المحيطة وأي معلومات هامة تحتاجها في النموذج التحليلي، وبالتالي تستطيع برامج التحليل الإنشائي أيضا استيراد نموذجا كاملا يحوي كل المعلومات التي نحتاجها في عملية التحليل والتصميم الإنشائي. بعد انتهاء عملية التحليل والتصميم يمكن تصدير النموذج وكل النتائج من قوى داخلية وحديد تسليح والمعلومات الجديدة والناتجة ليتم تحديثها وإضافتها تلقائيا للنموذج، وبالتالي تم توفير الوقت في إعادة رسم تفاصيل جديدة، فأصبح لدينا معلومات محدثة تلقائيا وكميات معدلة، حيث أننا نتعامل مع نموذج ذكي ثلاثي الأبعاد. إن استخدام البيم وفر الوقت في تحقيق التنسيق والتوافق، وهذا يقلل المشاكل. مع البيم لا تزال المخططات المعمارية هي المرجع الأساسي، ولا تزال هي الخطوة الأولى، ولكن بدلا من وجود العديد من النماذج يوجد نموذج واحد فقط، نموذج متكامل يشمل كل من النموذج المادي الفيزيائي الذي يعطي الوثائق والتنسيق، والنموذج التحليلي الذي تستخدم للتحليل والتصميم الإنشائي. تسهل البيم تقييم العديد من بدائل التصميم، حيث يمكن للمهندسين الاستفادة من نموذج المعلومات لإجراء بعض محاكاة وتحليل للوصول للتصميم الأمثل والغاية المرجوة لتحقيق الأمان والسلامة واستقرار المنشأ والاقتصادية. بالبيم نستطيع الحصول على كافة وثائق المشروع من لوحات وتفاصيل وكميات وأي معلومات أخرى يحتويها النموذج، بدءا من التصميم الأولي وحتى عمليات الصيانة والمتابعة. إن استخدام النمذجة ثلاثية الأبعاد والعرض البصري والتصوير ليس جديدا على المصممين الإنشائيين، لكن الفرق بين البيم والطرق التقليدية أن عمليات التصميم والتحليل وإعداد وثائق المشروع هي عمليات متقطعة وغير متصلة في الأخيرة، وهذا يجعل تقييم الحلول صعبة إضافة إلى السيناريوهات الغير فعالة والكلف. في الشكل 2 بصفحة 26 بالمجلة يظهر خلال الخط الأخضر الربط الديناميكي لعمليات التصميم والتحليل وإعداد الوثائق في البيم. معظم الجهود في تصميم المشروع الإنشائي حيث تحولت مرة أخرى إلى مرحلة التصميم التفصيلي، عندما يكون القدرة على التأثير على أداء المشروع عالية وتكلفة إجراء تغييرات التصميم منخفضة. هذا يسمح للمهندسين لقضاء المزيد من الوقت لتقييم عدة بدائل للتصميم واختيار الأفضل، الأمر الذي يحقق زمن وكلفة أقل في إنتاج وثائق وتفاصيل التنفيذ. البعد الرابع، نموذج المعلومات الإنشائي 4D هو بناء نموذج المعلومات الذي يحوي المعلومات الإنشائية للمشروع، ولكن يأخذ الزمن بعين الاعتبار لجمع جميع المعلومات الأساسية التي هي بالفعل جزء من النموذج من جداول زمنية وأنشطة البناء والموارد وكميات الحديد والخرسانة وغيرها. قد تتغير خصائص المنشأة تحت ظروف الإنشاء، فقد تكون مختلفة عن المصمم، فالمواد عادة تتغير خصائصها بمرور الوقت وظروف التحميل، يمكن أن تختلف تبعا لمرحلة ونوع البناء التي تخضع لها هذا. لذلك فإن التحليل الإنشائي أثناء الإنشاءات مهم وأحيانا ضروري في ظروف التحميل الجديدة وحساب مقاومة العناصر الجديدة. ومن بعض مشاريعنا المصممة باستخدام برامج البيم كما يبدو في الشكل 1، حيث تظهر صورة للنموذج المعماري architecture model، وشكل 2 كما يظهر النموذج الإنشائي physical model، وشكل 3 توجد صورة موضحة للنموذج التحليلي analytical model. أما بالشكل 4 فهو يوضح لنا تصدير إلى برنامج التحليل الإنشائي، ويوجد أيضا لدينا صورة توضح آلية الاستيراد والتصدير بين برنامج الريفت والإيتابس، وصورة أخرى توضح إعداد تفاصيل المشروع وحساب الكميات.